وأصحابه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة، وأحب بكم أجمل التحيي في المحاضرة السابعة لهذا الفصل. إن شاء الله الموضوع في هذه المحاضرة ينقسم إلى قسمين. هناك موضوع أول حول دور الوقت والأسئلة في فاعلية التفاوض، راح نشوف كيف عملية الوقت تؤثر على التفاوض. والموضوع الثاني الاستشارة والوساطة والتحكيم، والفرق بين كل مفهوم ومفهوم آخر. مثل ما تعرفوا من المهم جدا وجود محكمين، وجود وسطاء، وجود مستشارين لعمليات التفاوض. فلا شك انه له دور كبير في انجاح التفاوض وانجاح اهدافه على الصعيد الشخصي وعلى صعيد المنظمات بشكل عام. الان لو سألنا سؤال، ما هو دور الوقت والاسئله في فاعليه التفاوض؟ لاحظوا انه الوقت مهم جدا ويلعب الدور الكبير في عمليه يعني اخذ وجني ثمار التفاوض. فكلما استغل الإنسان جلسة التفاوض واستغل وقته واستثمر وقته، وأيضا لعب في مجموعة من الأوراق والكروت الرابحة، فبالتالي هو إنسان يعني كسب التفاوض وكسب جلسة الحوار ما بينه وبين طرف آخر. لأنه الإنسان اللي بيضيع الوقت لا شك هو الخاسر، وهو الحلقة الأضعف بالنهاية. ايضا الاسئله لها دور كبير في تعريف التفاوض. كيف تطرح الاسئله؟ لعب الاسئله هو علم كبير. كيف تكتب سؤالا وكيف تطرح سؤالا وكيف يكون سؤالك مؤثر وكيف يكون سؤالك مباشر وغير مباشر، دقيق وغير دقيق. ممكن احيانا سؤال بهدف التوريه وسؤال اخر بهدف افصاح مجموعه من المعلومات الاخرى. اذا الأسئلة أيضا لها دور كبير في فاعلية التفاوض. منذ الأزل كان الحوار والنقاش بين الأفراد والجماعات فيما يتعلق بعلاقتهم الحياتية الوسيلة للتفاهم والتوافق، وقد كانت المحادثات الشفوية هي الوسيلة الأولى للاتصال والتفاهم وتبادل الرأي في مختلف المواضيع والقضايا والمشاكل. ففي الصلات والعلاقات الاجتماعية، الصلات والعلاقات الاجتماعية كالزواج مثلا، كانت المحادثات الشفوية ووساطة أطراف ثالثة من وسائل التفاوض الهامة لإتمام عملية الزواج. وفي العلاقات والمعاملات التجارية كانت المحادثات الشفوية وسيلة التفاوض في البيع والشراء والمقايضة بين سلعة وسلعة أخرى. إذا التفاوض مهم جدا، وعملية إدارة التفاوض وعملية يعني بناء العلاقات أمر مهم جدا التفاوض ونجاح التفاوض. وفي المعاملات بين المجموعات البشرية في حروبها وصلحها كان التفاوض وسيلة لإقرار هدنة أو عقد صلح أو تكوين نوع من التحالف بين فريقين ضد الفريق الآخر. لاحظوا أحياناً بعض يعني الصلحات العشائرية والعقوات والجهاد تتم بين طرف وطرف آخر، يفترض أن تكون في أرض مشتركة أو تكون في أرض محايدة بوجود طرف ثالث محايد. فبالتالي هاي تكتيكات عشائرية تختلف من دولة إلى أخرى. ومع نشوء الأمم وظهور الدولة الحديثة بمؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، لاحظوا إذن التفاوض يدخل في جميع مناحي الحياة وفي جميع تفاصيل الحياة. وتعقدت وتنوعت العلاقات بين الجماعات والمؤسسات والتكتلات المختلفة داخل الدولة الواحدة، كما تطورت العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الدول المختلفة.
في ظل ثورة المعلومات وفي ظل وجود العولمة وانفتاح الأسواق على مصراعيها والاستثمار المتبادل والاستثمار المشترك ما بين الدول، كل هذا أدى إلى حتمية التفاوض بين دولة ودولة أخرى. وفي ظل هذا التطور أصبح التفاوض سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي أداة هامة في تسوية المشاكل وحل الخلافات وحرق الأزمات وإحلال الوفاق، وفي العمل على زيادة التفاهم والتفاعل وإقامة التوازن بين المصالح المختلفة وبين الآراء والمصالح المتباينة وبين الحقوق والواجبات. إذن هذه المقدمة تحتم أنه التفاوض يدخل في جميع أطراف الحياة الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية، وكل إنسان يمر في حالات تفاوض ويجبر أحيانا على التفاوض لأن التفاوض يدخل في جميع أنحاء الحياة بشكل عام. هناك مجموعة من المبادئ العامة حول أهمية الوقت. طبعا ما في أحد فينا لا يدرك أهمية الوقت، كلنا بنعرف أهمية الوقت مهمة جدا سواء على صعيد الحياة العامة بشكل عام أو على صعيد الشخصي وعلى صعيد المقاومات بشكل خاص. يعتبر الوقت متغيرا أساسيا من المتغيرات المحددة لأسلوب التفاوض ونتائج المقاومات أثناء عملية التفاوض وقبل البدء في التفاوض. له كيف عمل الوقت بيلعب دور كبير زي ما حكيت، لأنه بيحدد متى تبدأ الجلسة ومتى تنتهي ومتى تنسحب الأطراف ومتى يبدأ التكتيك المعين أو الاستراتيجية المعينة. كل هذا يختلف بقدرة الفريق التفاوضي على إدارة الوقت المتاح واستغلال هذا المورد الاستغلال الأمثل. أيضا يجب اختيار الوقت المناسب لبدء المفاوضات لكل الأطراف، هذا أمر مهم جدا. يجب تحديد الوقت المتاح لإتمام المفاوضات ولو تحديدا مبدئيا قبل بدء التفاوض، لأن الوقت يؤثر في اختيار استراتيجية التفاوض واختيار رئيس الفريق المفاوض. فبالتالي إذا كانت هناك كذا جلسة فإحنا ما بنقدر نستخدم جميع التكتيكات في جلسة واحد، يجب أن نوزع التكتيكات في أكثر من جلسة. فأما إذا كان هناك جلسة واحدة فبالتالي ممكن أن نمارس مجموعة من التكتيكات في جلسة هي فريدة وهي وحيدة من نوعها، لأنه إذا كانت هناك تكتيكات معينة إذا يفضل إما إذا كان التفاوض جلسة واحدة تستخدم في كل الجلسة مجموعة من التكتيكات، بينما إذا كان التفاوض لعدة جلسات فيفضل أن يكون هناك تكتيك أو تكتيكين في كل جلسة تفاوض. يحسن تقسيم الوقت المتاح على القضايا الهامة حسب أهميتها ووزنها في تحقيق الأهداف. إذن يجب أو يستحسن تقسيم الوقت على حسب أهميتها ووزنها للقضايا هاي بحسب أهميتها ووزنها. طبعا بالنسبة لها فريقي التفاوض بالنسبة لأطراف التفاوض فريقي التفاوض هم يعطوا الأولوية ويعطوا الأهمية ويرتبوا هذه الأهمية بحسب رؤيتهم. كلما زادت مجالات النزاع وضاقت مجالات الاتفاق بين الأطراف المتفاوضة كلما طالت المدة الزمنية للتوصل إلى اتفاق بينهم. إذا يجب رد الفجوة ويجب المقاربة إلى أبعد الحدود، فبالتالي كلما طالت هذه الفجوة وكبرت كلما زاد احتياجنا لجلسات تفاوضية أخرى. إذا شطارة الفريقين بمحاولة مقاربة وجهات النظر فيما بينهم لضمان يعني تقليص عدد جلسات التفاوض، وهذا مهم جدا في جني الأرباح بشكل عام. العامل الأساسي المحدد لنجاح المفاوضات
في معظم الحالات ليس ما يقال وإنما ما لا يقال أثناء عملية التفاوض. التفاوض بمثابة مباراة في القدرة على الانتظار مع فرض عقوبات عن كل تأخير في التوصل إلى اتفاق. إذن هي يعني لعبة أعصاب ولعبة وقت ولعبة خلينا نقول تكتيكية تعتمد على الوقت. فالفريق الأمثل أو الفريق الأنجح هو الفريق اللي قادر على إدارة الوقت الأمثل. يمكن التمييز بين استراتيجيتين رئيسيتين هما: الأولى خاصة بتطبيع الوقت وكسب مزيد من الوقت لإمكان تحقيق النتيجة المطلوبة من التفاوض، والثانية هي استراتيجية عكسية تماما خاصة بكيفية توفير الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق. أيضا تعتبر من الاستراتيجيات وهي تضييع الوقت. لاحظوا في ناس كثير من أولويات حياتهم تضييع الوقت، ويعني دائما يسعون إلى تضييع الوقت، وهذا موجود عند بعض الأشخاص وبعض أفراد التفاوض. هناك العديد من الاستراتيجيات تضييع الوقت تكون مختلفة ومتفاوتة من فريق إلى فريق آخر. الفكرة الرئيسية في هذه الاستراتيجية هي كسب مزيد من الوقت لصالح طرف ما في التفاوض. لماذا نضيع الوقت؟ إما للهروب من الإجابة على سؤال ليس من الحتم الإجابة عليه الآن، أو للهروب من الحصار من أي نوع إذا نجح الخصم في مثل هذا الحصار، أو لتجنب تقديم تنازل سيجبرنا على سير المفاوضات، أو لتجنب الوصول إلى اتفاق مبكر عندما لا يكون ذلك في مصلحتنا، أو لكسب الوقت للوصول إلى معلومات جيدة تفيد في التفاوض. أو لكسب الوقت لكسب موارد جديدة تدعم التفاوض، أو تطبيقا لاستراتيجية الصمت تبلغ ما تريد، أو لإثارة الخصم ودفعه للخطأ أحيانا، لاستغلال ضعف الخصم في رغبته في الاسترجال والحصول على شروط أفضل، أو للحصول على تنازلات أكبر خاصة إذا كان الخصم متشوقا للاتفاق ولديه الرغبة الشديدة في الاتفاق. إذا يفضل أنك تنهي أو تأخذ الذكية منه خلال هاي الجلسة لأنه هو عنده شغف في التفاوض معك، أو انتظارا لظهور متغيرات جديدة قد تغير الموقف لصالحنا، أو تأجيلا للاستسلام أو الهزيمة، أو لأخذ فرصة للتفكير والدراسة، أو لإظهار عدم الاكتراث أو عدم التشوق بإنهاء الاتفاق خاصة إذا وصل لفريق مسدود. كيف نضيع الوقت؟ كيف احنا بنقدر نضيع الوقت في التفاوض امام الطرف الاخر؟ طلب ايضاحات من الطرف الاخر دون مبرر حقيقي، او طلب بيانات من الطرف الاخر دون حاجة حقيقية، او طلب تأكيدات او ضمانات معينة لأي موقف، او توجيه اسئلة كثيرة بدون مبرر، أو التشكيك في المعلومات بحذر، أو طرح بدائل متطرفة، أو تفريع المناقشة بدون داعي في تفاصيل أمور جانبية. ممكن أنه أنا أعمل تفريعات مختلفة للتفاوض، فبالتالي أنا بتوه الطرف الآخر وبعمل على خلينا نقول تنهية الطرف الآخر. الخروج عن الموضوع بطرق غير مكشوفة، المناقشة غير البناءة، التمادي في مناقشة التفاصيل،
لاحظوا كيف يعني تقعد تناقش أدق التفاصيل. طلب التأجيل صراحة أو الوقوف في عرض وجهات النظر أو الدخول في مناقشات جانبية أو استئذان أحد أعضاء الفريق مؤقتا وترتيب تلقي مكالمة تقطع الحديث. تمام، ممكن إنه تكون في جلسة تفاوض على قضائية معينة على الهواء مباشرة، فأنت عشان تضيع الوقت وتميل لطرف على حساب طرف آخر ممكن إنك تدخل مكالمة تقطع الحديث على الطرف الآخر، فبالتالي لا يوصل الطرف اللي قطع عنه الحديث فكرته ووجهة نظره. وهاي بعض الفضائيات تمارسها وبعض الأشخاص يمارسونها. التظاهر بعدم تذكر كل النقاط والآراء المثارة والأضرار لإعادة سردها. أحيانا المشروع تتنافى النقاط والمواقف اللي مرت بينكم. أيضا هذا الجزء. وتوسيع القضايا في أمور عامة، أيضا تحكي بأشياء عامة ليس لها علاقة أو لا تمس الأهداف بطريقة مباشرة، أو استخدام مترجم ووسيط بدون مبرر حقيقي أيضا تعتبر من الأمور المضيعة للوقت. كيف تواجه لجوء الخصم إلى تضييع الوقت إذا مر أمامك إنسان بحب يضيع الوقت وإنسان يماطل في جلسة معينة؟ هناك بديلان. البديل الأول تقويم إمكانية التجاوب والمسايرة، تقييم أو تقويم إمكانية التجاوب والمسايرة، كيف ممكن أنك تجاوب معه وتسايره وتأخذه على يعني خلينا نقول على اللي بده إياه. يفيد هذا البديل في حالة تمشي التأجيل في مصالحنا وحالة عدم وجود ضرر وحالة عدم وجود حاجة ملحة للاستعجال. ممكن هذا البديل يفيدك في ثلاث أمور هاي. البديل الثاني هو المواجهة لإفشال تكتيك الخصم، وذلك عن طريق عدم التجاوب مع تفريع المناقشة، نفرع المناقشة، عدم التجاوب مع الخروج عن الموضوع وتعمد استخدام ألفاظ وتعبيرات محددة، الإعداد الجيد بالبيانات والوثائق، الإجابة الموجزة عن الأسئلة، ضبط الأعصاب شرط أساسي لمواجهة تضييع الوقت، إعادة تصنيف الموضوعات مع ربطها بتنظيم المناقشة، إظهار مزايا التوصل إلى اتفاق بالنسبة للطرفين، إظهار مساوئ التأخير، طلب توفير الوقت بصراحة، ممكن تطلب منه بشكل صريح أنه أنت لا يناسبك أو أنت مش مرتاح لعملية التأجيل اللي قاعدة تصير للوقت، وبالتالي أنت بدك اختصار وتأخذ الزبدة منه. أيضا التهديد بوقف المفاوضات، وهذا كملجأ أخير ممكن أنك تعطي يعني تهديد بشكل مؤدب وتطلب منه عدم ضياع أو تضييع الوقت، وإلا تتخذ إجراء آخر وتترك الجلسة. استراتيجية توفير الوقت. الوقت من ذهب، لذا يحسن أو يستحسن فرض عقاب ذاتي، أي يفرضه كل طرف التفاوض على نفسه عن كل فترة تأخير في عملية التفاوض، وذلك لأخذ عامل الوقت بجدية واستغلاله على أحسن وجه، وذلك بالمفاضلة بين الوفورات المتحققة من التوصل إلى اتفاق سريع ووفورات الانتظار وعدم العجلة. وكلما زادت وفورات السرعة في التوصل إلى اتفاق
كلما زادت أهمية التوفير في الوقت، لذا استراتيجية توفير الوقت في التوصل للنتائج المطلوبة هي الاستراتيجية العامة المطبقة. نصائح عامة لاستثمار وقتك في التفاوض: ضع أهدافك ثم اكتبها، ثم ضع الأولويات، ركز على الأهداف وليس على التفصيلات، يعني قدر الجزء بما يحقق أهدافك مش على التفاصيل الموجودة. ممكن تكون في جدول أعمال، ممكن في بعض منها لا يهمك ولا يهم منظمتك ولا يحقق أهداف أنت جاي تفاوض عليها. حدد هدفا واحدا على الأقل يوميا وحاول تحقيقه. سجل وقتك في جلسات التفاوض حتى نستطيع تحليل كيفية استخدام الوقت. حلل كل شيء تقوم به نحو تحقيق أهدافك. استبعد في كل جلسة سببا قويا يضيع وقتك. خطط وقتك وضع خطة لكل جلسة تفاوض. اكتب قائمة أعمال تفصيلية وتأكد أنها ستستعمل على أهدافك. ضع جدولا لاستغلال الوقت أثناء التفاوض حتى تحقق الأهداف الهامة أولا. تأكد أن الساعة الأولى من تفاوضك منتجة. ضع حدودا زمنية لكل جلسة ولكل موضوع. يجب أن يكون الترتيب ترتيب زمني ممنهج، ترتيب واضح. أيضا كل جلسة يكون فيها إطار واضح بالوقت وإطار محدد. خذ وقتا كافيا لعرض قضيتك جيدا للمرة الأولى بدلا من تضييع الوقت في الإعادة أو الشرح. استبعد المشاكل الحرجة في التفاوض. خصص وقتا هادفا بعد كل جلسة للتفكير في قضاياك الهامة. يجب أن تنمي عدد الانتهاء من الموضوع الذي بدأته ولا تقفز منه دون إنجازه. أعد مراجعة نتائج التفاوض باستمرار. قلل الوقت الذي تخصصه للأشياء ذات الأهمية البسيطة للأعمال ذات الأهمية الأكبر. خذ وقتا خاصا لشخصك، وقتا للاسترخاء. الآن نجي على موضوع آخر، موضوع هام وموضوع حيوي، وهو دور الأسئلة في عملية التفاوض. لا شك أن الأسئلة لها دور كبير في التفاوض، وأنواع الأسئلة الآن راح نتعرف عليها، وكيفية طرح هذه الأسئلة أيضا لها تكتيك ولها استراتيجية معينة يجب أن أخذ فيها بعين الاعتبار عند البدء في طرح الأسئلة. المبادئ المرشدة لاستخدام الأسئلة: يجب أن يكون لكل سؤال هدف مطلوب تحقيقه، وأن يكون الهدف واضحا في ذهن السائل. يجب أن تكون الأسئلة مناسبة للاستراتيجية التي يتمناها المفاوض. السائل في موقف أفضل من المجيب، فإن تكون أنت الموجه للسؤال يجعلك في وضع عقلي ونفسي أكثر يسرا من وضع أن يكون مطلوب منك الإجابة. دائما السائل أقوى بيكون موقفه من المجيب أو من الشخص اللي بنتظر الناس منه إجابة. المفاوض الفعال يستطيع المعاونة في حل المشكلات القائمة من خلال الاستخدام الذكي للأسئلة. ترتيب وتنجيز سلسلة من الأسئلة يساعد المفاوض على ترتيب أفكاره بشكل منطقي. توجيه الأسئلة المناسبة في الوقت المناسب يمكن أن يدعم القوة التفاوضية. خلفية السائل أساسية لدى توجيه الأسئلة، فيجب أن تبعث على الاحترام وليس على الاستخفاء. تؤثر لهجة ونغم توجيه السؤال على مغزاه لكافة الأطراف. في بعض الأسئلة إذا انحكت بنبرة عالية أو
أو بنبرة شديدة ممكن توحي إلى معنى لا توحي أو توحي بعكسه إذا تم طرحها بالشكل اللين والشكل السلس مع وجود لغة جسد تدل على أن السؤال لا يقصد به خلق جو من العدوان ما بين طرف وطرف آخر. متطلبات فعالية استخدام الأسئلة في التفاوض. يتطلب الاستخدام الفعال للأسئلة في عملية التفاوض أن يكون لديك إجابة دقيقة وواضحة عن تساؤلات رئيسية ثلاثة، وهي: ما هي الأسئلة التي سوف تستخدمها في عملية التفاوض؟ وكيف تتم صياغة الأسئلة؟ لازم أيضا توضع بعين الاعتبار. ومتى تستخدم السؤال؟ أيضا هذا مهم جدا. هناك وظائف للأسئلة وفوائدها بشكل عام: اختبار فهم الطرف الآخر وجذب الانتباه، إظهار الاهتمام بالطرف الآخر أيضا، الحصول على معلومات، إعطاء المعلومات، اختبار صحة هذه المعلومات، استخدام الأسئلة كطريقة مهذبة للاختلاف، تنشيط المناقشة والوصول إلى نتيجة وتغيير مجرى الحديث، وكسب الوقت لإضاعة الوقت لإرباك المفاوض، إثارة الخصم واستفزازه ولحصار الخصم. ممكن تستخدم الأسئلة إذا موضوع كسب الوقت إضاعة الوقت، أي أن تكسب الوقت في طرح الأسئلة وتضيع عليه الفرصة وتضيع عليه الوقت لإمكانية سؤالك أو إمكانية تحقيق أهدافه كطرف آخر شريك في جلسة التفاوض. من الذي يوجه الأسئلة؟ قد يكون رئيس الفريق هو من يوجه الأسئلة، ولكن ذلك ليس حتميا، بل عادة ما توزع الأدوار بين أعضاء الفريق لإثارة الأسئلة المختلفة بتنسيق مسبق أو حتى بشكل تلقائي. ولكن المهم هو أن يكون الرئيس دائما مسيطرا على الموقف. الإجابة على أسئلة الخصم: يمكن الاسترشاد بالنصائح التالية: تفهم مغزى السؤال قبل الإجابة، خذ وقتك في فهم السؤال، إذا كنت لا ترغب في الإجابة فلاحظ، لا تبدو متهربا فهذا يضعف موقفك ويحاصرك الخصم بالأسئلة، يمكن الاحتجاج بأن الإجابة غير متوفرة لديك وتعد بتوفيرها في وقت لاحق، يمكن طلب إرجاء الإجابة في وقت لاحق لتأخذ فرصتك في التفكير، يجب تقويم موقف السائل وبناء عليه تقرر الإجابة، لاحظ أن السؤال المباشر يحتاج إجابة مباشرة، جرب تكتيك إجابة السؤال بسؤال مضاد، الغموض في الإجابة تكتيك يمكن استخدامه في المفاوضات ذات الطابع الرسمي. إذا حصرت بالأسئلة فلا تهرب، غلط أنك تهرب وتعلن انسحابك أو تعلن ضعفك، لأنه هذا سيعطي الطرف الآخر فرصة لأن ينال منك في الجلسات المستقبلية. ممكن تعمل مجموعة من الأمور: الانسحاب الهادئ أو التنازل التكتيكي أو الاعتراف بالحقيقة، كل هذا يعتبر من الاستراتيجيات. قبل الإجابة على السؤال فكر بسرعة: هل من حق الخصم توجيه هذا السؤال؟ أول شيء أعرف وحط في بالك، هل يطلع لي وجه لك هذا السؤال ولا لا؟ هل
سيستعمل المعلومات بطريقة بناءة؟ يعني هل المعلومات اللي أخذها منك راح يستخدمها ضدك، ولا راح يستخدمها بطريقة هادفة، ولا راح يبتكر المعلومات لإله ويبتكر الأفكار وإلى آخره؟ هل سيتحمل الصراحة؟ وهل سأندم على الإجابة؟ هذا بتحطه في بالك. هل إذا جاوبت أنا راح أندم؟ ممكن شخص تجربته سابقا في مجموعة من الأمور تندم إنك أعطيته معلومة لأنه يروح يشهر فيها أو يروح يبكي فيها، فبالتالي يجب أنك تسأل هذا السؤال. وبنفس الوقت، هل الشخص يتقبل الصراحة في قاموسه إذا يعني نوقش الصراحة، هل يتقبل هذا الشيء ولا لا؟ هناك مصطلح عام لاستخدام الأسئلة في التفاوض، فجرب الأسئلة التي يصعب على الطرف الآخر التحكم في إجابتها حتى لا يعطيك معلومات غير دقيقة. تأكد من وجود ارتباط بين الأسئلة واتجاه المفاوضات حتى لا يترتب على سؤالك تغيير اتجاه التفاوض في غير صالحك. تحقق من أن السؤال يساعد في السيطرة على جو المفاوضات حتى لا ينتج تأثيرات سلبية تعكر الصفو مع أطراف التفاوض. تأكد أن لديك تصور ملائم عن الإطار العام لإجابة الطرف الآخر عن السؤال. تجرب أن يحرك سؤالك دوافع الانتقاد لدى الطرف الآخر، مما قد ينتج عنه الخروج عن قضايا التفاوض. تجرب الأسئلة التي تمس جوانب نفسية أو عاطفية أو أخلاقية تثير عداء الطرف الآخر تجاهك. حاول أن تشير أو تلمس الأسباب الحقيقية لديك وراء توجيه السؤال حتى يساعد الطرف الآخر في تقديم المعلومات المفيدة. تجنب الأسئلة التي يظهر منها أنها تحمل أهداف غير واضحة، مثل هل يجوز التدخين أثناء انعقاد مجلس الإدارة؟ عليك أن تحسن استخدام واختيار كلماتك وتحدد نمرات صوتك بما يتلائم مع مجال السؤال وصياغته. من هي مراحل إعداد الأسئلة التي تستخدم في التفاوض؟ تحديد الإطار العام الذي يحكم إعداد الأسئلة. تتعلق هذه الخطوة بالأبعاد الأساسية التي تحكم إعداد قائمة الأسئلة والتي تتمثل في الاعتبارات التالية: تحديد وتوصيف أنواع البيانات والمعلومات المطلوبة، تحديد وتوصيف أطراف التفاوض التي سيتم تجميع البيانات والمعلومات منها، تحديد الأسلوب المناسب الذي يستخدم في طرح الأسئلة للحصول على البيانات والمعلومات، تحديد محتوى الأسئلة التي ستطرح على أطراف التفاوض، ويتطلب ذلك ما يلي: تحديد مدى الحاجة الحقيقية للبيانات والمعلومات، تحديد الأسئلة التي لا ترتبط مباشرة بموضوع وقضايا التفاوض، التأكد من قدرة السؤال على توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، تحديد مدى قدرة الطرف الآخر على تقديم المعلومات والبيانات الصحيحة، وتحديد مدى استعداد الطرف الآخر لتقديم إجابات دقيقة وصحيحة. الانتهاء إلى الصياغة الملائمة للأسئلة، ويتطلب ذلك توافر مجموعة اشتراطات أساسية، ومنها إمكانية فهمها من قبل الأطراف الأخرى التي ستقوم بالإجابة على هذه الأسئلة، بساطة الأسئلة ووضوحها، الإيجاز والاختصار في الصياغة والابتعاد عن الصياغات الطويلة ما لم يستلزم طبيعة العنصر، التأكد
من أن الصياغة سوف تساعد الطرف الآخر على تقديم المعلومات المطلوبة، ولتحقق تلك الاشتراطات يجب مراعاة ما يلي: مدى إمكانية الطرف الآخر في فهم الكلمات في صورة مصطلحات وجمل، مدى وجود كلمات أو تعبيرات أو صياغات تؤدي إلى التحيز من الطرف الآخر في الإجابة على الأسئلة، مدى تضمين السؤال لكافة البدائل المحتملة للإجابة، إلى أي مدى تم وضع كافة الافتراضات المرتبطة بالسؤال، هل تم تحديد ومراعاة الإطار الثقافي أو الفكري للأطراف الأخرى عند صياغة الأسئلة، الآن نأتي لموضوع الاستشارة والوساطة والتحكيم. تعريف الوساطة وأهميتها: تعتبر الوساطة من بين الحلول البديلة لتسوية النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف وتختلف بشكل متميز عما تقتضيه المساطر القضائية التقليدية الأصلية، فهي عملية إرادية غير إلزامية لفض النزاعات، يساعد من خلالها شخص محايد الأطراف في محاولتها للوصول إلى حل متفاوض عليه. إذا تعريف الوساطة مهم جدا، يعني شو الفرق ما بين الوساطة والتحكيم وعملية التفاوض وباقي المفاهيم الأخرى. ومن خلال التعريف السالم الذكر يتضح أن الهدف الأساسي من القيام بعملية الوساطة هو إتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة من أجل خلق جو من التفاهم والمساهمة في إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي، ودفعها للمشاركة بشكل إيجابي في ابتكار حلول توفيقية ومحاولة إذابة الخلاف وتقريب وجهات النظر، وهي بذلك توفر إطارا قانونيا على القياس لكل حالة يكون مقبولا من الطرفين المتنازعين ومن صنعهم، يضمن لهم الحصول على عدالة في ظروف يمكن الاطمئنان إليها، تكون فيها الأطراف هي المشرعة لنفسها لحسم النزاع بشكل أفضل. كثيرا ما يلجأ المقاومون إلى جهة محايدة للتدخل أو لترشيد سير المقاومات، وهنا يجب أن نفرق بين ثلاثة اتجاهات شائعة في هذا المجال. الاتجاه الأول الاستشارة، وهو اتجاه أحد الأطراف إلى جهة استشارية ذات خبرة في مجال التفاوض لتقديم النصح وإبداء المشورة للتوصل إلى حل مرضي، وكثيرا لا يعلم الطرف الآخر أي شيء عن استعانة خصمه بمستشار خارجي، وهنا يكون دورا استشاريا بحتا. الاتجاه الثاني وهي الوساطة، هو اتجاه طرفي التفاوض إلى جهة محايدة كوسيط لحل النزاع، وهنا يعمل الوسيط كحلقة وصل بين أطراف النزاع المباشرين. ومن أمثلة الوساطة الشهيرة وساطة أمريكا بين مصر وإسرائيل حتى تم التوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد. الاتجاه الثالث التحكيم، هو اتجاه أطراف النقاش إلى جهة محايدة لدراسة وتقييم الموقف واتخاذ القرار العادل لجميع الأطراف، وهو ما يسمى بعملية التحكيم. المحكم دوره مثل القاضي. نعم، كيف هناك بعض الدول تدخل
وثيقة بين دول أخرى وجهود بعض الدول في مصالحة أطراف متنازعة أيضا في بعض الدول، كلها تؤدي إلى يعني عملية وثاقة إما تكون لصالح الإسلام والمسلمين وإما تكون لغير ذلك. الاستشارة والمحللين، متى يتم اللجوء للمستشار؟ عندما يكون الموقف التفاوضي يحتاج لقدرات ومهارات لا تتوفر لدى أطراف التفاوض، وللحصول على مزيد من المعلومات عن الطرف الآخر أيضا يلجأ حينها إلى المستشار أو المحلل، لأنه يكون شخص مشبع في المعلومات ومليء بالخبرات و مالك للمهارات. إذا وجودنا لهذا المستشار ممكن إنه يعني يكون له الفائدة الكبيرة. مواصفات المستشار، أن يكون ذا خبرة كافية، أيضا جهة محايدة وغير متحيزة، ما بصير أجيبه أنا من طرف معين، لازم يكون من طرف محايد. تكلفته أقل من الوفرات المحققة باللجوء إليه، أن يكون لديه الوقت والاستعداد الكامل للإدلاء بكل ما عنده من معلومات ونصائح وإرشادات في الموقف محل الاستشارة. بالنسبة لصورة التعاقد مع المستشار، قد تكون على أساس علاقة مستمرة أو علاقة مؤقتة تنتهي بانتهاء الصفقة. نطاق مهام المستشار ودوره، الدور الأساسي للمستشار دور استشاري يهدف إلى تعظيم مكاسب أحد الأطراف وإمكانية القيام بمهمته، يلجأ إلى أساليب متعددة. إنه لازم يعرف نطاق مهام المستشار، تحديد مصادر تعظيم المكاسب، تحديد مصادر أو عفوا تحديد الصورة التعاقدية المناسبة، تقييم البدائل المختلفة، وتحديد قيم المنافع الصافية لكل طرف، خلق قيم إضافية والمطالبة بقيم أخرى ومكاسب من الخصم. فيما يتعلق في الوساطة، يقوم الوسيط بدور بين طرفين متنازعين في حال تصاعد النزاع أو توتر العلاقات. وأهم ما يميز الوسيط أنه لا يفرض حلولا على المتفاوضين، ولا يمكنه إرغامهم بحضور حل ما بعكس المحكم. أدوار الوسيط وخدماته، تسهيل عمليات التفاوض، الإسراع في إتمام الصفقات وإبرام العقود، تضييق فجوة الخلافات بين الأطراف المتنازعة، اقتراح أساليب للتوصل إلى اتفاق، المساعدة في تطبيق الاتفاقات، التقويم العالي للأمور. شروط نجاح الوساطة عمليا، يرتبط نجاح الوساطة بطبيعة الموقف التفاوضي وشخصية الوسيط ومدى مناسبة الأسلوب المستخدم في إقناع الأطراف المتفاوضة. وفي هذا الصدد يجب التمييز بين ثلاثة متغيرات رئيسية تتحكم في العلاقة بين الأفراد والمنظمات وتؤثر على مدى نجاح الوساطة. وهذه المتغيرات هي أولا التبعية وأيضا قوة التأثير وقوة العلاقة. أما فيما يتعلق بالتبعية، ويقصد بها أن طرفا ما يراعي مدى إمكانية التأثير على الأطراف الأخرى إذا أراد تحقيق أهدافه، ولتحديد درجة اهتمام طرف
على طرف آخر، فكلما زادت تبعية طرف لطرف آخر كلما زاد احتمال النزاع بينهما، فالطرف المتبوع يريد التحكم والسيطرة بينما يشعر الطرف التابع له بالضغط وعدم العدالة. القوة أو الاعتمادية، يمكن تعريف الاعتمادية بأنها قدرة طرف ما في التأثير على نتائج طرف آخر في علاقة معينة، مثال جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة يؤثر على وزارة التمويل والإسكان والمواصلات فيما يخص تدبير احتياجاتهم. إذا هذا كمثال. أيضا شدة العلاقة، تتوقف شدة العلاقة ودرجة وثاقتها بين طرفين على حجم التعامل أو التبادل بينهما، كمية التعامل وكيفية التعامل اللي بينهم ومقدار هذا التعامل، معدل التبادل أو التفاعل والاتصال بينهما، وارتباط المصالح. فكلما زادت المصالح زادت العلاقة وزادت شدتها بين الطرفين. فكلما كانت العلاقة بينهما وثيقة كلما سهلت الوساطة أو سهلت الوساطة وزادت فاعليتها. أشكال الوساطة في نزاعات التفويض أو التفاوض ووسائلها، تبادل الأشخاص، ويعني ذلك تبادل أشخاص مندوبين عن كل طرف لدى الطرف الآخر لفترة من الوقت، وقد لا يتخذ هذا التبادل شكل الوساطة وإنما زيارات جمع المعلومات ومناقشة، ولكن مرتبط بفكرة الوساطة. أيضا الأهداف العليا، يستخدم هذا الأسلوب لإيقاف النزاع حيث يعلو أطراف التفاوض فوق خلافاتهم في سبيل تحقيق ما هو أسمى وأبقى، فالتركيز هنا يكون على الأهداف المشتركة للطرفين حتى يتم التوصل إلى حل مرضي لكليهما. الدبلوماسية أو السياسة، هذا الأسلوب شائع الاستخدام في النزاعات بين الدول بوجه خاص، وعادة يكون دور الدبلوماسية توضيح المشاكل والقضايا موضوع النزاع والنواحي الاجتماعية المتصلة بها لتعديل اتجاهات الأطراف المعنية مع تبادل مزيد من المعلومات بينها. وفي حالة استخدام هذا الأسلوب بين المنظمات، قد يشمل ذلك استخدام مندوبين لهم لتحسين العلاقة بين المنظمات. أدوات الوسيط ووسائله، هناك طبعا مجموعة من الأدوات للوسيط ممكن نستخدمها بهدف حل مشكلة معينة أو التوصل إلى مشكلة معينة. من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الوسطاء لتقريب وجهات النظر ما يلي: توضيح وجهات النظر لكل من أطراف النزاع، تهدئة الخواطر وطمأنة الأطراف بعضها الآخر. هاي دور الوسيط وبعض من أدواته، ليست كل الأدوات. الآثار الاجتماعية والنفسية لأساليب الوساطة، ينشأ عن استخدام أساليب الوساطة المختلفة آثارا اجتماعية ونفسية لها دلالات مهمة في المعاملات. ففي ممارسة الوساطة بين المتنازعين يمكن التمييز بين 4 أنواع من العمليات ذات دلالة خاصة، وهي: التجاذب بين الأفراد، وعمليات إنسانية، وعمليات مقارنة، وعمليات اتصال وردة فعل بتكون عكسية أو متبادلة.
كلها تعتبر من الآثار الاجتماعية والنفسية لأساليب الوساطة. خصائص الوسيط الفعال: الصبر والمثابرة، الوجه غير المعبر عن ردود فعله، حكمة سليمان التحلي بالحكمة والدهاء وتحلي بالدهاء وحسن التصرف، والطبيب النفسي يحسن الاستماع ويريح الطرف المتكلم ويهدئ خواطره، بارز ومتحفظ المشاعر يثبت حياده التام وعدالته، أن يكون لديه معرفة وخبرة بطبيعة عمليات التفاوض، مؤمن بالتضحية وراغب فيها، أن يكون مؤمنا بالقيم الإنسانية والقدرة على التحليل الدقيق للمواقف، الثقة بالنفس والقدرة على فرض الاحترام، القدرة على التأثير على الغير أيضا من الأمور المهمة والخصائص المهمة، التحكيم يمثل دور المحكم في حسم النزاع وليس قيادة المناقشة أو تقديم المقترحات للمفاوض، فالمحكم هو الذي يحدد شروط التعاقد النهائي ونصوصه، وعلى المحكم تقع مسؤولية البحث عن الحقائق والتعرف على رغبات واتجاهات كل طرف والقيود التي تحكمه في التصرف. ومن أمثلة جهات التحكيم الدولية مجلس الأمن ومحكمة لاهاي الدولية، تعتبر من أهم جهات التحكيم الدولية. فأي قرار يتخذ مجلس الأمن ضد دولة معينة أو عقوبة يأخذها مجلس الأمن أو يصوت عليها تصبح سارية وتعتبر من الجهات الدولية للتحكيم. وعادة الطرف الأضعف في التفاوض هو الذي يطلب التحكيم، ويعتبر التحكيم وسيلة فعالة في الخلافات السياسية والاقتصادية الدولية كالنزاع على الحدود وانتهاك دولة معينة لحدود دولة أخرى، وفي الصفقات التجارية الدولية لاستيراد وتصدير السلع والخدمات. وفي نهاية هذه المحاضرة حبيت أشارككم هذا الفيديو بحكي عن الوقت وعن إدارة هذا الوقت، حقيقة أعجبني، ممكن أنكم تستفيدوا منه لغايات إدارة الوقت وكيفية إدارة الوقت. فعلنا فيك وكيف استثمرناه؟ رسالتي أن تقلل من نومك، أرجو أن نلغي من قاموسنا ومن كلامنا ليس عندي وقت. إذا أنت إنسان بلغت 60 من العمر، يا ترى فين حتكون قضيت وقتك؟ خلينا نشوف. أولا ستقضي 5 سنوات طفولة. إذا دخلت المدرسة بشكل عادي وتخرجت من الجامعة فسيكون قد قضيت في المدرسة 2.5 سنين. مرة جاني صديق قال لي يا أخي أنت كيف بتلاقي وقت أنه تسوي رياضة ما شاء الله عليه 5 مرات في الأسبوع؟ فقلت له كل يومك كذا 24 ساعة حقتك كيف مقسمة؟ فقال لي ما في، أنا بصحى الصباح الساعة 7-8 أروح الشغل، أرجع العصر أنام شوية بعدين آكل وبعدين ما أجلس على التلفزيون شوية وأنا. قلت له لا معلش نرجع شوية ورا كده. قل لي التلفزيون كم تجلس على التلفزيون؟ فقال لي مو كثير يعني ساعة ساعتين ونص. قلت له معلش سامحني، المشكلة عندك ليست أن الرياضة ليس لها وقت، المشكلة عندك أن الرياضة ليس لها أولوية. أتمنى أن نخرج من هذه الحلقة جميعا نلغي كلمة ليس عندي وقت ونستبدلها دائما بكلمة ليس عندي أولوية لهذا العمل، لأنه لو كان العمل أولوية ستوجد له الوقت.
بدأت عمل في سن 22 واشتغلت بجد واجتهاد 8 ساعات في اليوم متواصل دون ساعات مرضية ودون تضييع وقت، فستكون قد قضيت 7 سنوات ونصف من عمرك في العمل. وإن كنت تقضي ساعة أخرى من وقتك على التلفزيون فهذه أيضا كمان سنتين. من سموم الوقت التلفزيون، وما أدراك ما التلفزيون؟ توجد إحصاءات أن الأطفال يقضون على التلفزيون أوقات أكثر من الأوقات التي يقضوها في المدرسة. المطلوب وفر ولو ساعة واحدة يوميا من التلفزيون، ساعة فقط. إذا وفرت ساعة يوميا من التلفزيون هذا سيخلق لك أسبوعين كاملين في السنة تفعل فيهم ما تشاء. إذا كنت تنام 8 ساعات يوميا فستكون قد قضيت 20 سنة من عمرك نوم. تصور 20 سنة من حياتك ستقضى وأنت نائم. السم الثاني هو النوم. ابن القيم يقول إن كثرة النوم تميت القلب وتثقل البدن، وكلنا جربنا لما الواحد ينام ساعات كثيرة يعتقد أنه حتصحى نشيط، النوم يجر نوم. أنا لم أقابل متميزا قط ينام أكثر من 7 ساعات في اليوم. يعني أنا كل المتميزين الذين التقيت فيهم أو الذين قرأت عنهم لم أقرأ عن أحد ينام أكثر من 7 ساعات يوميا. رسالتي أن تقلل من نومك، ما حد لك عدد ساعات معينة يعتمد على جسمك، ولكن كل واحد مننا يستطيع أن يقلل ساعات نومه ولو ساعة واحدة في اليوم. وإذا قللت ساعات نومك ساعة واحدة في اليوم هذا سيخلق لك على آخر السنة أسبوعين أيضا إضافيين. إن كنت تقضي ساعة في الإنترنت يوميا فستكون قد قضيت سنتين من حياتك على الإنترنت. السم الثالث هو الإنترنت. مع الأسف ساعات وساعات تقضى على الإنترنت، كلنا عدينا بهذه المرحلة. أنا منذ سنين كنت يعني أقضي يمكن 3-4-5 ساعات، في مرة من المرات قضيت 12 ساعة متواصلة على الإنترنت منذ سنين. فما في شك أنها مشكلة وما في شك أنها تستنزف من الوقت. لذلك قالوا أن الإنترنت يحتل المركز الرابع أو المرتبة الرابعة في الإدمان بعد المخدرات والسجائر والكحوليات، فتصوروا إلى أثرها. ما هو المطلوب؟ مرة أخرى ما بقول لك بطل الإنترنت بتصفح، قلل الإنترنت لساعة واحدة يوميا فقط، أيضا هذا سيخلق لك أسبوعين كاملين في السنة. الإنسان في المتوسط يقضي نصف ساعة على الأقل يوميا في الحمام بين قضاء الحاجة وبين الاستحمام، فستكون قد قضيت سنة وربع من حياتك في الحمام. السيارة ستقضي فيها في المتوسط ساعة يوميا، فهذه كمان سنتين من حياتك ستقضيها فقط في السيارة. الهدية الأولى هي السيارة. تقريبا بنقضي على الأقل ساعة يوميا في السيارة، وفي الدول اللي فيها زحمة زيادة زي مثلا مصر أو غيرها يقضوا أحيانا 3-4-5 ساعات في السيارة فقط، فهي من أعظم الهدايا. أنا شخصيا خلصت السيرة النبوية وقصص الأنبياء وتاريخ الأندلس للدكتور طارق السمدان كلها في السيارة. إخواني وأخواتي يمكن لك أن تحفظ القرآن إذا استثمرت هذه الساعة يوميا في السيارة. ممكن أن تحضر ماجستير، يعني شوفوا لأي درجة الآن الجامعات اللي عن طريق الإنترنت المناهج حقتها موجودة في شرائط كسر، فيمكن لك أن تحضر ماجستير كامل أو دكتوراه في السيارة. بالنسبة للنساء في السعودية هدية مضاعفة موضوع السيارة لأنه ما بيسوقوا، فبالتالي ممكن تستمعي إلى شرائط، ممكن تقرأي كتب وممكن أن تكتبي، فاستثمروا هدية السيارة فهي من أعظم الهدايا الموجودة لنا يوميا. الحلاج وزيارة المريض والذهاب إلى عزاء والأمور الاجتماعية الأخرى
والعلاقات الزوجية وغيرها من الأمور هتأخذ من حياتك 7 سنوات تقريبا. الهدية الثانية الانتظار. انتظار أي شيء، انتظار الباص، انتظار الطيارة، انتظار موعد دكتور. عندنا السعودية أحيانا يقال لي أن انتظار الكوافيرة، البنات بينتظروا الكوافيرة أحيانا 2 أو 3 ساعات فقط منتظرة كوافيرة. فهذه من أعظم هدايا الوقت إذا أحسننا استثمارها. الصلاة، 5 صلوات لا يأخذوا في العادة أكثر من نص ساعة، وهذه معناها سنة واحدة فقط من عمر الصلاة. الأكل، الوجبات الثلاثة يوميا، لو قلنا كمان ساعة فهذه كمان سنتين. هناك ساعة في اليوم افعل فيها أي شيء تريده إلا النوم. ساعة إذا استثمرتها ستطرح لك بركة عجيبة في وقتك وفي جسمك وفي جهدك، وهي ساعة بعد الفجر، ساعة مباركة. وصدقوني واسألوا المجربين سيقولوا لكم، حتى بالمناسبة الغرب فهموا قيمة هذه الساعة. كثير من المتميزين في الغرب يحرصوا على الاستيقاظ من وقت الفجر وعلى استثمار هذه الساعة. تبغى تسبح فيها، أقرأ قرآن، فقط أجلس تأمل، خطط، سوي رياضة، افعل ما تشاء في هذه الساعة إلا النوم. إذا مر الجوال والاسماس والاتصالات يأخذ تقريبا نص ساعة في اليوم، فهذه سنة كاملة من حياتك على الجوال. زيارات الأصدقاء والخروج للعشاء والتسلية في الويكند، إن كنت من المعتدلين فستقضي قرابة 2 سنين بهذا الأمر. إذا كنت من اللي بيأخذوا إجازة في السنة شهر، فهذا الشهر سيعادل 4.5 سنوات من عمرك. قصص عجيبة نقراها من العلماء المسلمين في السابق عن كيفية استثمارهم للوقت. أحد العلماء كان يقول، وانظروا إلى هذه الجملة العجيبة، كان يقول: إن بين سقف الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية. يعني بين أكله مجرد بلع ما أحتاج مضغه، وبين الخبز اللي يحتاج إلى مضغ، توفير الوقت بين الأكلتين يجعلني أقرأ 50 آية. انظر الى حرصهم الى الثواني من حياتهم. إذ كان لنا. نشكركم لحسن استماعكم لهذه المحاضرة. أرحب في استفساراتكم وتواصلكم عبر البريد الإلكتروني. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.